طب خلينا نعرف ايه هي المشتتات، ايه الحاجات اللي ممكن تخلي الانسان فعلا يبقى مشتت في حياته؟ ان انا اكون بعمل عملين في وقت واحد والحاجتين دول محتاجين تركيز ذهني عالي. بس كده ان انا انجز اكتر او احاول ان انا اعمل كذا عمل في وقت واحد؟ ان انا احاول اعمل كذا عمل في وقت واحد وكلهم محتاجين تركيز ذهني، يعني ما هو في حاجات ممكن اعملها في وقت واحد بس مش محتاجين تركيز كلهم، يعني ممكن حاجة محتاجة تركيز وحاجة لا. يعني مثلا زي ايه؟ مثلا ممكن اكون قاعد باكل مثلا، لكن في نفس الوقت مشغل حاجة بسمعها مركز فيها، محاضرة، وعظة، ايا كان. فانا قاعد بعمل حاجة مش محتاجة تركيز ذهني، باكل ومركز مع حاجة تاني. لكن لو الحاجتين اللي بعملهم محتاجين تركيز ذهني، لا صعب. صحيح. زي واحد قاعد بيقرأ مثلا وفي ايده شغل بيعمله، هركز فيه ولا فيه؟ لو سألنا حد ايه رأيك لو انت في وقت وممكن تضيعه، هيقولك ده اسهل حاجة، ايه المشكلة، ده سهل جدا ان انا اضيع وقت. فخلينا نركز نقول ايه اللي يخلي الانسان ان ما يحسش بأهمية الوقت ويضيعه، ومين هم لصوص الوقت؟ عايز اقول انه حتة انه بيضيع وقته دي هو مش مدرك انه بيضيع حياته. صحيح. يعني اللي بيقول انا بضيع وقتي، طب انت بتضيع حياتك، ما احنا قلنا ان الحياة هي عبارة عن وقت. فانا لو بضيع وقتي يبقى انا بضيع حياتي، ده خطر كبير جدا. فلازم ابقى حاطط في ذهني انه ما ينفعش اقول اضيع وقتي ازاي، ده انا بقتل روحي، انا بضيع عمري. من لصوص الوقت المشهورة جدا حاجة اسمها التأجيل، او بلغة الاباء تسويف. التسويف. يقول لك تسويف الوقت تسويف باطلا، او تسويف العمر باطلا. فكرة ان انا ايه، عندي حاجة لازم انجزها وعارفها كويس جاي قوي. من كلمة سوف، سوف أعمل، بالظبط، سوف أذهب كده، يعني بالظبط كده. تسويف الوقت. احيانا بتبقى عندنا سوف دي كتير بقى. هعمل الحاجة دي بس مش دلوقتي، يعني الاسبوع الجاي. يجي الاسبوع الجاي بقى، طب بكرة، طب بعده، لحد ما الاقي الوقت راح مني واتزنقت ومضطر اعمل الحاجة دي، فتطلع بشكل مش حلو خالص لان انا ما اديتهاش وقتها الكافي. حتة التأجيل دي وقع فيها فيليكس الوالي في سفر الأعمال، لما بولس وقف قدامه يتحاكم وابتدى يتكلم عن الدينونة العتيدة وعن العفة. فيقول إن فيليكس عجبه الكلام، لكن صدر منه جملة عجيبة جدا لبولس. يعني كنا نتوقع إنه يقول يعني طب كلمني أكتر، طب عرفني الدنيا إيه، طب أمشي في الطريق ده لأنه طريق حلو. ده يقول كده في أعمال 24-25 على لسان فيليكس البولس، يقول له: أما الآن اذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. يعني أنا مقتنع بس مش دلوقتي، لما أفضل، لما يجي لي وقت. وما سمعناش بعد كده عن فيليكس أنه بعد تأجيله استدعى بولس ولا اتكلم معاه ولا خد خطوة إيجابية. فحكاية التأجيل دي خطيرة جدا جدا جدا. من لصوص الوقت كمان حاجة اسمها عدم ترتيب الأولويات، إن أنا أبقى عايش كده بشكل عشوائي. الحاجة اللي تيجي قدامي أعملها، اللي ما تجيش قدامي ما أعملهاش. اللي بيعيش بالآلية دي أو بالكيفية دي مش بينجز في حياته. ده يدخل تحت او يندرج تحت تخطيط الوقت مثلا، او تخطيط طبعا. الاولويات، انا اشوف ايه اولوياتي المهمه، هي دي اللي انجزها. طبعا. وبتختلف متهيألي من شخص لاخر، اكيد، لان اهتمامات شخص غير ومسؤوليات شخص غير مسؤوليات شخص. يعني انا عن نفسي ما اعرفش اشتغل غير لما اعمل حاجه قبلها بليله، اجي بالليل كده النهارده بعد ما اروح امسك ورقه وقلم واقول انا عندي بكره 1 2 3 4، عندي الأربع حاجات، وبعدين أمسك الأربع حاجات دول أرتبهم حسب أولوياته، الأهم فالمهم، وابتدي أشوف كل حاجة فيهم مين هيساعدني فيها، فابتدي أكلمه، طب الحاجة دي محتاجة إيه مني أجهزه، وهكذا. أصحى تاني يوم الصبح مش متفاجئ، وأحس في آخر اليوم إن أنا أنجزت. صحيح. حتى لو عملت 3 من الـ4 لظروف الوقت ما كفتش، أو لظروف حصلت عملت عطل معين فخلتني ما عملتش الأربع حاجات، بس أنا على مدار اليوم أنا عارف أنا بعمل إيه، مش متفاجئ بحاجة إلا لو طلعت حاجة بقى إيه، يعني غصب عني ما كنتش مرتب لها، هقدر أتدرجها، غير لما يكونوا يومي كله مفاجآت.
صحيح. انا عمال اخش في حاجه مش مرتبه وعمال اتفاجئ اتفاجئ اتفاجئ، مفيش حاجه بتخلص. ممكن ترتب يوم وبعدين هرتب اسبوع وبعد كده هرتب شهر، وفي بالزبط. الدول بيقولوا الخطه الخمسيه بالظبط يعني كده، كمان 5 سنين. بالظبط كده، صحيح. هو الترتيب والنظام بالتاكيد بيفرق مهم جدا في حياه الانسان.